صباحنا غير بالحلقة الأخيرة واليوم الأخير من معرض دمشق الدولي بدورته 60. نتشكر كل القائمين على المعرض، كل الجهود يلي بذلت. نتشكر كل المشاركين من سوريا ومن خارج سوريا. أكيد نتشكر كل الزوار يلي كانوا حاضرين ويمكن كانوا عم يدعموا ناس كتيرة بالمعرض. بدنا نتشكر عن جديد كل فريق عمل الإعلام السوري وخاصة الإخبارية السورية بمواكبة وتغطية أهم فعاليات وجميع فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 60. وبالختام بدي اتشكر عمال النظافه وجميع العاملين وورشات العمل يلي تعبوا يلي سهروا يلي فاقوا بكير يلي اشتغلوا بالمعرض لحتى دائما يكون بابهى حله. عن جديد بدي اتشكر كل المشاهدين وكل فريق العمل، وشكرا لك يا نور. يعطيك العافيه ليا، مثل ما قلتي بدنا نتشكر جميع القائمين.